مرحبا بكم في حلقة جديدة، الحلقة اللي كيتسناو ساكنة الدار البيضاء، حيت الحساب اليوم غادي يكون مع شركة ليديك. شركة ليديك اللي واكلة مزيان، مخلصة مزيان، ومدخلة الفلوس مزيان. زيد من 150 مليار سنتيم، الله يعلم واش تزاد او نقصات، ولكن حتى واحد ما عرف فين كتصرف وفين كتمشي. شوارع الدار البيضاء حالتها، وفواهات القوات حاشاكم حالتهم. هل القادوس اللي محلول، القادوس اللي مهرس، مع الأسف حالة كارثية بمجموعة من الأحياء، حالة كارثية بكل ما في الكلمة من معنى. وليديك اش دايرة؟ قارقة على صندوق سمين، حتى واحد ما عارفاش فيه. ناخدو مثال ديور النصراني، لافوس سيبتيك، الخنز بالليل والنهار، وباغين تسويو الوضعية، وسويو وضعية قواتكم. ما حشمتوش، دخلت عليكم بالله، فين هو التطهير؟ كتخلصوا عليه بالملاير، ما كديروش التطهير كما ينبغي. ناخذوا مثال اخر في الهبطه ديال فرارة واحد، والهبطه ديال فرارة جوج، حدا سبيطار الحي الحسني. الخنز حاشاكم في شارع سيدي عبد الرحمن بالليل وبالنهار، قدام حي الهناء، بالقرب من انفا، المنطقه الان اللي كتبنا في بلاصه المطار، حي انفا اللي مفروض انه فيه ناطحات السحاب. ما عرفتش كيفاش غدير ناطحات السحاب والخنز بالليل وبالنهار. واش كتعرفوا ان الماء من المواد اللي كتقدر تزعزع استقرار الدول؟ غادي نتحاسبوا مع ليديك حاشاكم على الخنز والروايح والطوبات وسرق الزيت اللي كيخرج من قنوات الصرف الصحي، اللي مفروض فيكم نتوما شركه ليديك تقوموا بتطهيرها، حيت كتخلصوا عليها كل شهر. ليديك ما كتوفيش بالتزاماتها، وبغات المواطن المقهور يوفي هو بالتزاماته. واش باقي الماء اللي كيشربوا بيضاوة فيه الصلاة؟ واش الماء صالح للشرب فعلا صالح للشرب؟ واش الماء اللي كيسهلكوا المغاربة ما فيه حتى شي حاجة، حيت بنوا ليا سكان الدار البيضاء ولفوا يشريوا القراعي والبالز ديال الماء ما فيها باس؟ نذكروا شركة ليديك بشعار ارحل ليديك ارحلي، جون باسكال داغي فرنسا ارحلي، فاش تهزات الشعارات هذه 12 عام في الاحتجاجات الشعبية الاجتماعية للمغاربة وسكان الدار البيضاء قالوا ليديك ارحل. مشاهدي قناة صوت العدالة ومتتبعي برنامج جين تحاسبوا، مرحبا بكم في حلقة جديدة، الحلقة اللي كيتسناو ساكنة الدار البيضاء، حيت الحساب اليوم غادي يكون مع شركة ليديك. شركة ليديك اللي واكلة مزيان، مخلصة مزيان، ومدخلة الفلوس مزيان، ولقات مجلس المدينة حتى هو طالق لها اللعب مزيان، من يامات سجيد وبريجة، مرورا بعهد حيكار والحياة، وصولا إلى عهد الطبيبة والدكتورة نبيلة الرميلي، اللي بان ليا كتفهم مزيان في الدواء والفاصمة والمرض، ولكن ما كتفهمش مزيان في تسيير أكبر مدينة في المغرب. وهاد قلة الفهامة في التسيير غادي نشوفوها في الحلقات المقبلة. اليوم خليونا نتحاسبوا مع ليديك. ليديك الشركة اللي جات مع على روح سكان الدار البيضاء، وخانق عليهم النفس، خانقاهم بالفواتير، وزيداها بريحة القوادس، ريحة حشاكم قنوات الصرف الصحي اللي مفروض أنها تقوم بتطهيرها حيت كتخلص عليها. ما نحتاجوش نذكركم بتاريخ ليديك مع الدار البيضاء اللي بدا سنة 1997 بعقد تدبير مفوض لقطاع الكهرباء والماء وتطهير السائل. من 1997 جدد لها العقد وغادي يسالي سنة 2027. هاد الشركة اللي ما بغاتش تمشي، جراو عليها التوانسة من بلادهم، وجراو عليها الفرنسا من بلادهم، واخا هي شركة فرنسية، ولكن حيت لقات ما بغات في الدار البيضاء بت نبت. نبداو الحساب معاهم بخصوص الفواتير اللي كيتم تقديرها فقط. ليديك كتصيفط لك فاتورة غير بالتقدير، يعني كتحسب معدل الاستهلاك على الأشهر السابقة وكتقدر. هادشي اللي كيعطي فاتورة زايدة على الاستهلاك الشهري الحقيقي للبيوت، وهادشي كديرو ليديك في مناطق كثيرة في الدار البيضاء، واش هو الشيء اللي كيدخل ليها الملاير زايدة. في عز شهر غشت أرسلت ليديك فرقها التقنية باش يقطعوا المجموعة من الأحياء الربط بمادتي الكهرباء والماء،
ورسلت لهم شي قواعد كتطالبهم بتسويه الوضعيه. المواطنين موقعين عقود تزود مخلصين كل الفواتير واخا فيها الزياده، ومع ذلك كيهددوا المواطنين بالقطيع. العداد مخلصين ومخلصين واجبات الاشتراك ومخلصين الاستهلاك الشهري، ومع ذلك بغاو يقطعوا ويحيدوا لهم العدادات والربط. طالباتهم ليديك بأثمنة خيالية، قالت لهم خصكم تأديوها كتوصل حتى ل 8000 درهم للبيت، والسبب حسب إدارة ليديك هو خطأ في العقود. هادشي وقع في الحي الحسني اللي تابعين لوكالة غاندي، ووقع في أحد الكريانات في الدار البيضاء. دابا دخلت عليكم بالله هذاك وجهكم ولا كفاكم، واش كتفهموا أن مادتي الكهرباء والماء مادتين حيويتين، وسيدنا في خطابه الأخير برز أهمية هاد المادة الحيوية، والتدبير ديال الماء الصالح للشرب أصبح من أولويات بلادنا ومن أولويات بلدان إفريقيا ولا حتى بلدان ديال العالم. واش كتعرفوا أن الماء من المواد اللي كتقدر تزعزع استقرار الدول؟ واش كتفهموا أن الماء داخل في السيادة ديال الدولة؟ واش كتفهموا أن القطيع الجماعي ديال الماء لأحياء بالدار البيضاء بدون قانون هو بمثابة إشعال نار وفتير الاحتجاجات؟ المغرب ما ناقش من هاد اللعب ديال الدراري ديالكم، لعب الدراري ديال شركة فرنسية بغات تخلق الفتنة وتزعزع استقرار أكبر مدينة في الدار البيضاء في المغرب عفوا، اللي هي الدار البيضاء. بغيتي تقطعوا المغاربة الضوء والماء واخا مخلصين الفواتير واخا مخلصين العقود والأمور كلها سليمة، باش يخرجوا يحتجوا وتنوض الفتنة ولا شنو؟ أنا ما فهمتش كيفاش ما فطناتش الداخلية والأجهزة الاستخباراتية لهاد اللعبة اللي بغات دير ليديك. تقطعوا الضوء والماء وتحيدوا العدادات على الناس في عز الصيف، حرارة الصيف وحرارة شهر غشت، وخا الناس مخلصة، باش من قانون هذا؟ شاد التصارة هذه؟ اش من قانون؟ مخلصين الاشتراك وعندهم العقود وعطوكم الوثائق ووقعتوا معاهم العقود، وقعات معاهم ليديك العقود، واليوم كتهددوهم تحيدوا لهم العقود. الناس ولاو ناعسين وخايفين شي واحد يدي لهم الكونتور. شاد العباد. آلاف سكان في أحياء معينة، أحياء معروفة ببساطتها وهشاشتها، خسر عليها الدولة الملايين باش تحافظ فيها على السلم الاجتماعي، تجي شركة فرنسية تريبو. هذاك الموظف اللي في وكالة غاندي ديال شركة ليديك مخلي الناس منشورين ثلاثة ديال السوايع كيتسناو فيه، منين جا قال لهم عندي التعليمات ديال القطيع غادي نقطعوا لكم. جاوبوا المواطنين أن العقود تم إبرامها مع شركة ليديك منذ ما يزيد عن 30 شهر على الأقل، وقالوا له أن تقنيو الشركة هم اللي قاموا بتثبيت ديال العدادات. دابا واش شركة ليديك جات وبغات تحقر على السكان ديال عين الشق والحي الحسني، أو عندها مخطط باش تزعزع الاستقرار؟ المفروض إلا شي واحد شاف الضو تمشي ليديك تدعيه، راه المحكمة مفتوحة، القضاء موجود، وإلا عند الشركة نزاع أو ملفات مزورة أو استهلاك غير دقيق تمشي للمحكمة ضبط أمورها بالقضاء. المغرب تبدل، العقلية الفرنسية الاستعمارية والعنصرية مع الأسف باقة معشة في عقول مسيري شركة ليديك الكبار. شركة ليديك كتخسر الملايين كل عام على أضخم مكاتب المحامين بالدار البيضاء، وبالتالي خصها تتعلم تمشي للمحاكم، ماشي تجي تقطع وتشفر الكونتور تهزو دي وتخلي واحد ما عرفو واش داير الدواء في الثلاجة او لا عنده تنفس اصطناعي او لا عنده فوبيا من الظلام او ما الكهرباء والماء مادتين حيويتين وما مسموحش لاي واحد يقطعهم الا ما مخلصش كاين المحكمة. الخدمة ديال شرع لي الدين والزربة وخدمة الجهل والجهالة والتصارة ما بقاتش خدامة مع المغاربة اللي صبحوا واعيين وعارفين حقوقهم. سكان عين الشق والحي الحسني هما مشاو لجؤوا للمحكمة، ومع ذلك كل نهار كيجيهم واحد يهددهم بالقطيع ويقول لهم انا مصيفطاني ليديك وغادي نهز المكانة. ما فيها باس نذكر شركة ليديك بشعار ارحل، ليديك ارحلي،
جون باسكال داغي فرنسا ارحلي، فاش تهزات الشعارات هذه 12 عام في الاحتجاجات الشعبيه الاجتماعيه للمغاربه، وسكان الدار البيضاء قالوا ليديك ارحل. فيها باس مره مره تفكروها باش تعرفوا ان ساكنه الدار البيضاء هي اللي كتخلصكم. هاد الشعار اللي كان كيرعب ليديك ومسؤوليها الكبار. اما الى جينا نتحاسبوا في الصندوق الاسود، صندوق الاشغال اللي تم الاحداث ديالو كتسيروا شركه ليديك، اللي كان الهدف منه هو تقويه البنيه التحتيه لشوارع الدار البيضاء والقيام بطبيعه الحال باستثمارات كتهم قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل وغيره. هذا الصندوق اللي فشل مع الاسف مجلس المدينه في انه يسحبه في دوره ماي 2023. ازيد من 150 مليار سنتيم، الله يعلم واش تزاد او نقصات، ولكن حتى واحد ما عرف فين كتصرف وفين كتمشي. شوارع الدار البيضاء حالتها، وفواهات القوادس حاشاكم حالتهم، هل القادوس اللي محلول والقادوس اللي مهرس، مع الاسف حاله كارثيه بمجموعه من الاحياء، حاله كارثيه بكل ما في الكلمه من معنى. وليديك اش دايره؟ قارقة على صندوق سمين، حتى واحد ما عارف اش فيه. وهذا الموضوع ديال صندوق الاشغال غادي نخصص ليه حلقات مقبله ومفصله، لان توصلنا بمعطيات دقيقه جدا على صندوق الاشغال من 1997، شنو دخل ليه وشنو اللي خرج ليه، وتكون صدمه في قطاع التدبير المفوض وقطاع الماء والكهرباء. اما الى جينا نتحاسبوا مع ليديك بخصوص الاعتداء الممنهج اللي كديروا على حقوق العمال والشغيله والمتقاعدين، فهنا غادي تكون الكارثه. ليديك حنا في 2023 وكتمتانع تعطيهم حقهم المتمثل في زياده 25 ابريل 2011 اللي قراتها حكومه صاحب جلاله، رغم الاقتطاعات اللي تم خصمها من طرف الشركه للمتقاعدين فاش كانوا كيخدموا وكانوا كيزاولوا مهامهم. الاقتطاعات بدات من 900 الى 1200 درهم بحسب درجه المتقاعد فاش كان كيزاول المهام ديالو بالشركه مذكوره اللي هي ليديك. ما تمش الاحتساب في معاشاتهم بعد التقاعد، علاش؟ مبلغ 600 درهم، يعني اي كل متقاعد من شركه ليديك مشات ليه 600 درهم. شنو هادي؟ شفره ولا سرقه ولا دساره ولا مساس بحقوق العمال، ولا ما لقيتوش اللي وقفكم عند حدكم، ولا قلتوا راه حنا غاديين في 2027 ديو معنا الفلوس، ولا ما فهمتش. القرار اللي خداتوه وزاره الداخليه باش تجري على هاد الشركه وتعوضها بشركه التنميه المحليه متعدده الاختصاصات اللي غادي تجي وتسير لنا قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، قرار صائب، لان ما يمكنش نخليه في فرنسا تحكم لينا فمانا وزبلنا حاشاكم وقوادسنا حاشاكم. غادي نفتحوا الحساب مع ليديك بخصوص دوك السقايات والعوينات اللي كاينين في الدواور ديال دار بوعزه ولاد عزوز وبوسكوره، كيفاش تجمعوا فواتير على جمعيات كانت مكلفه بالسقايات في كل دوار. واش في خباركم ان وصلات السقايه ل 600 مليون كريدي على كل جمعيه؟ جمعيات باش وباش الان باش يقوموا بتزويد المواطنين والسكان والديور بعددات منفرده، كل واحد يدخلوا لي كونتور ديالو، خليتوا الفواتير تجمعات على الجمعيات اللي حتى هما ما خلصوش واخا كانوا كيتخلصوا من عند السكان، وهذا حساب اخر تحاسبوا معاه في حلقات مقبله. مع الاسف المواطن هو الحيط القصير اللي كياكل العصا. غادي نتحاسبوا مع ليديك حاشاكم على الخنز والروايح والطوبات وسراق الزيت اللي كيخرج من قنوات الصرف الصحي، اللي مفروض فيكم نتوما شركه ليديك تقوموا بتطهيرها حيت كتخلصوا عليها كل شهر. كاينين شي رسوم ثابته في هذوك الفواتير وشي رسوم ديال تطهير السائل المغاربه ما كيديو ما يجيبوا فيهم، ساكن مع الاسف كيخلصوا الرسوم الثابته والرسوم ديال تطهير السائل، ولكن لا سائل طهر ولا خنز حاشاكم تحيد. سكان الدار البيضاء عندكم يكذب عليكم شي واحد ويقول لكم ما عندناش الميزانيه باش نصوبوا القوادس وننقيوهم ونطهروا السوائل ديال الواد الحار، لانكم كتخلصوهم في الفواتير ديال ليديك. من المواطن كيتشكى من الخنز والروائح الكريهه
اللي كتسبب في امراض معديه وتنفسيه وجلديه. عندكم شي واحد يقول لكم راه القوادس تقرعوا حاشاكم حشومه، مازال نسمعوا بحال هذا الكلام اللي كيتم التسويق ديالو ظنا منكم ان المواطن ما فهمش ولا مكلخ. بغيتوا تقطعوا الماء والضوء على حي الحسنيه واحد، ويوميا سكان هذا الحي اللي فيه ازيد من 500 دار، ازيد من 500 بيت كيستنشقوا خنز قوادسكم، خنز قوادس اللي داك اللي ما كيتمش التطهير ديالهم بالطرق التقنيه والعلميه اللي كيوجبها عليكم دفتر التحملات. يوميا الناس كتنعس وهما مقاتلين مع شني ولا اللي كتربى وكترعرع في القوادس ديال اللي داك اللي فاش كتخدم لا بومب باش تدفع الماء ديال الواد الحار كتطلع ديك الريحه. ناخذ مثال ديال النصراني لا فوسيبتيك الخنز بالليل والنهار وباغيين تسويو الوضعيه، وسويو وضعيه قوادسكم. ما حشمتوش دخلت عليكم بالله فين هو التطهير، كتخلصوا عليه بالملاير، ما كديروش التطهير كما ينبغي. فين هي الالتزامات الموقعه مع المجموعه الحضريه للدار البيضاء منذ سنه 1997؟ انت ما تطهرش سائل وتخلي اللي مخلص الفواتير المقدره والمقنطره في الخنز والمرض. ناخذ مثال اخر في الهبطه ديال فرارة واحد والهبطه ديال فرارة جوج حدا سبيطار الحي الحسني. الخنز حاشاكم في شارع سيدي عبد الرحمن بالليل وبالنهار قدام حي الهناء بالقرب من انفا المنطقه الان اللي كتبنا في بلاصه المطار، حي انفا اللي مفروض انه في ناطحات السحاب، ما عرفتش كيفاش غدير ناطحات السحاب والخنز بالليل وبالنهار. لذلك ما كتوفيش بالتزاماتها وبغات المواطن المقهور يوفي هو بالتزاماته. الاسواق الجماعيه في تراب الحي الحسني، سوق العروج وسوق الذهبيه ديال افغانستان ودالاس بقى لحد الان كتخلص عليهم جماعه الحي الحسني الضو. فواتير سمينة كيستغلوها تجار في اسواق باش يربحوا، ومقاطعه الحي الحسني كتخلص. واخدين الضو ديال ليكليغاج بوبليك ماشي من حقهم دوزينو القيصريات، وكيخلصوا المواطن بطريقه غير مباشره من ماليه المقاطعه. ماليه المقاطعه اللي مفروض انها تخسر علينا كاملين، ما تخسرش على واحد كيستهلك الضو في حانوته. في الحلقات المقبله غادي نكملوا الحساب مع شركه ليديك، وغادي نتحاسبوا معها على خرير المياه اللي ما كيخليش الناس ينعسوا في ارض الوكاله الحضريه للدار البيضاء اللي تبناو فوق فيلات في النواصر بقرب المطار محمد الخامس. الفيلات تباعوا رخاص، ولكن تحت الفيلات كاين ان باسان، الناس تشكاو وعياو من الشكاوي ومن الدعاوي. ليديك يا ليديك وما ادراك ما ليديك، الحلقات المقبله غادي نتحاسبوا مع ليديك وفلوس ليديك والرئيس العام ديال ليديك، الرئيس والمدير العام ديال ليديك. دابا الصيف سالا والشتا قريبه تبدا، وعاوتاني بيضاوة خاصهم يشريو لي بوط، خاصهم يشريو لي بوط باش يقدروا يقطعوا الغيوسات والطرقان تقطع، الناس يفيض عليهم الماء وحوايجهم تمشي. اشد كل سنه غادي نعاودوا نفس الاسطوانه. في الحلقات المقبله غادي نتحاسبوا مع ليديك انطلاقا من ملفات قضائيه مفتوحه في مواجهتها. وقبل ما نختم الحلقه ديال اجي نتحاسبوا، غادي نوجه كلامي للرئيس المدير العام لشركه ليديك الفرنسي الجنسيه سي باسكال داغي. بغيت نسولك، وبالمناسبه قلب على اللي يدير لك الترجمه حيت حنا مغاربه وكنتكلموا بالدارجه وبالعربيه. واش باقي الماء اللي كيشربوا بيضاوه فيه الصدى؟ واش الماء الصالح للشرب فعلا صالح للشرب؟ واش الماء اللي كيستهلكوا المغاربه ما فيه حتى شي حاجه، حيت بانوا ليا سكان الدار البيضاء ولفوا يشريوا القراعي والبادز ديال الماء، ويكفي غير ضربوا طليله على رقم معاملات وارباح شركات المياه المعدنيه ومياه المائده اللي حتى هما غادي نتحاسبوا معاهم في الحلقات المقبله. يكفي انكم ضربوا طليله على رقم معاملاتهم باش تكتشفوا ان المغاربه ما بقاوش كيستعملوا الماء ديال الروبين، وبالضبط بالدار البيضاء اللي كيجيه الماء ثقيل واللي كيجيه لونه مسخ واللي كيجيه فيه ريحه الصدى.
ما نحتاجوش نذكركم بالواقعه ديال المستشار الجماعي انذاك مصطفى رهين اللي جا ولقى الصدى في الماء. عندنا الصور والفيديوهات، نخليوكم مع هذا الروبورتاج اللي غادي نختموا مع نختموا بحلقه اجي نتحاسبوا لهذا اليوم. الوقت اللي ما كاينش العمل والداري عاطين على العمل قلت تعطينا مليون، ما غاديش نجيبوا واحد المليون، ورينا واش مليون خدينا وحنا كنخلصوهم شهر بين كتب وشهرين ثلاثه كيجيونا كيحيدوا لنا الضوء ويخليونا خضار السوق شي خامش. واش هادشي معقول؟ حنا بغينا توصل صوتنا للناس يحنوا فينا ويحسوا بينا. راه حنا بشر، راه حنا بشر. كنخدع لك تخلصوا عامه، داروا عامه خلصوا والكل يبيع علينا. تخلصوا مليون عاد 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 رجع لك الضوء وكريدي علينا. هادشي راه ماشي معقول. نجي لكم بواحد بواحد كل واحد يعاود. هادشي ماشي معقول اوليدي. قلت لك حنا محقورين من جميع الابواب. حنا محنين من جميع الابواب. دخلنا لك والله لا سيروا دخلوا عندنا وتشوفوا الحراره. إلا كانت برا 40 حنا عندنا 60. اقسم بالله الا درت السلم وطلعت نجيب شي حاجه الا مخي دام عليا. وسير دخل عاد المشاش عاد الفيران عاد سرق الزيت حتى واحد وقت خصوصي وخرج خرج لنا سرق الزيت لعلك ترضى. اقسم بالله الا فرقت الناس وانت داخل سرق الزيت في الحبس. وحنا ماشي بنادم، حنا ماشي بشر. ربي غدا يوم القيامه راه غادي يقادها. وربما احنا الفقراء احنا ساقين التجار للجن. احنا ماشي بشر، ما يحسوش بينا. دابا ملي قطع علينا اللون احنا كنشربوا المبلول. تشاوروا معاكم لا لا عندهم اله، عندهم اله. هذا عاش في دارو كيدير عارف السيكتور اللي غادي يطلع في يده. لا لا عندنا ورقه لا والو. شوف اوليدي شوف تكون عندك موت كيديروا لنا هذه الحاله. تكون عندك مناسبه وشاري شي تجيج يديروا لنا عاد الدريه كدير دياليز. الا شتيها الا شتيها وما بكيتيش عليها ما كاينش شي اللي شاف اللي شاف بديعه وما بكاش عليها قلبه ما فيهش الاسلام. مشاهدينا بعد ما شفتوا هذا الروبورتاج نكملوا الحساب مع شركه الايديك في الحلقات المقبله. الى اللقاء.